الباب الرابع والستون ومئة. باب فضل من مات له أولاد صغار. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم. متفق عليه. وتحلة القسم قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. والورود هو العبور على الصراط، وهو جسر منصوب على ظهر جهنم عافانا الله منها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا. فاجتمعنا، فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين. متفق عليه.